اليوم عندنا نحن فئة من المرضى، هذه فئة ترفض العلاج، تعرف أن هي مريضة وترفض العلاج، ترفض تتوجه لأي جهة حكومية أو مستشفى حكومي وتقول أنا مريض. ليش؟ يخاف يخسر وظيفته، يخاف يخسر أهله. يا ابن الحلال ما راح تخسر، أنت بتاخذ علاجك. يقول لك اللي بيشوفني أنا طالع من هالقصر، لو وصل الخبر عندهم في الجهة اللي أنا أعمل فيها فأخسر وظيفتي وعيالي. ومن ناحية أخرى تشوف كيف يساهم المجتمع في نشر المرض، وعيالي وزوجتي. زين يا ابن الحلال أنت متزوج، ممكن ينقل عدوى لزوجته، يعني هذا جهل، تشوف ينقل عدوى لزوجته. وعندك في فئة ثانية، فئة ثانية، هذه الفئة اللي تحس ان هي اوكي فيها المرض او هي على علم، ممكن خارج الدولة درت وما تبغي تتكلم خوفا من شيء، يقول لك في حجر صحي. هالشيء اصلا غلط نهائيا، ما في حجر صحي، عليه انه يتوجه وياخذ علاجه، ما في. لكن هو الفكرة هذه من وين اخذها؟ اخذها من المجتمع. كيف ما في من المجتمع؟ انت شوف كيف يعاملون مرضى الايدز، كيف ما في حجر صحي؟ انا ادخل مستشفى اخاف اني ما اطلع، يقول لك هذا اللي يفكر فيه جاهل. وفي عندك فئة ثانية اللي يراجع المستشفى بس يقطع العلاج، يفضل انه يموت او انه ينسجن. حالة نفسية تولدت عندك، نحن بشر نفس ما قلت لك، بارد واقول لك نحن حالنا حال الناس الطبيعيين، تأتيهم حالات نفسية، يتعبون نفسيا، يعصوا كل شيء إلا فهالإنسان الطبيعي فيني أنا، أنا والله ما خلقني وأنا من كوكب ثاني، إلا عندك أنت من أحاسيس ومشاعر وغيره عندي أنا. تتولد عند هالفئة حالة نفسية، يقول لك أفضل أني أكون في السجن ولا المرض ولا استخبار، يعني ولا أخذ العلاج، لأن أصلا ما أبغى يعيش. وأنا جلست معهم في والله يكلمك، يقول لك أصلا أنا ما أفضل إني أعيش. اللي أبغي أقول يعني في النهاية، إنزين الحين أنا بدون وظيفة، مطالب قضائيا، مهدد بالسجن، عندي عائلة، مهدد بالطرد بعد شهر، مهدد بوقف الشؤون الاجتماعية لأن أوراقي ما راح تجدد وجوازي محجوز. فاللي أبغي أقوله اللي مثل حالتي، شو اللي ممكن يعمله في النهاية؟